جيش الاحتلال الإسرائيلي عم بيحاول اختراق غزة برياً، لكنه تفاجأ بصواريخ المقاومة الفلسطينية مثل الكورنيت والياسين 105 يلي دمرت الآليات الإسرائيلية، وكان أبرزها الميركافا. فشو هي صواريخ الياسين يلي دمرت الميركافا فخر الصناعة الإسرائيلية؟ الياسين 105 هي RPG سلاح روسي طورتها كتائب القسام وسمتها بهالاسم نسبة إلى مؤسس حركة حماس الشيخ أحمد ياسين يلي اغتلته إسرائيل عام 2004. هيدي القذيفة مضادة للدروع وتحمل على الكتف ودقيقة الإصابة ويقدر مداها بين 100 و500 متر. أما الميركافا يلي بيتفاخر الإسرائيلي فيها فاسمها بيحمل دلالات دينية، فهي تعني عربة الرب. دمر الفلسطينيون بكل الحروب على غزة، إن كان بال2002 أو 2008 أو حتى بال2020، وما مننسى أكيد مقبرة الميركافا بوادي الحجار خلال حرب تموز عام 2006.